أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: سمعت أحد الدعاء يعترض على من يحرم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: كيف تحتفلون بأعياد أخرى ولا تحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت سابقا، من لم يكن عنده حجة يتلمس ما لا حجة فيه. أنت بارك الله فيك، نسألك، هذا المولد الذي يقام هل هو بدعة، هل هو عبادة أو عادة؟ ستقول: ولا بد إنه عبادة. فنقول: باب العبادة، هل فتح بعد محمد صلى الله عليه وسلم يشرع فيه من يشاء ما يشاء؟ الجواب لا، فإن الله أكمل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز لك أن تحدث هذا. فإن قال: لا لا لا، هو عادة، قلنا: كيف تعبث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا لعاداتك، علما بأن أهل العلم يقولون: ما فعل عبادة لا